أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المنافق نفاقا أكبر يستتاب؟ وهل تجوز صلاة الجنازة على من عرف نفاقه؟ التوبة بابها مفتوح، لكن الغالب أن المنافق النفاق الأكبر لا يرجع. الله جل وعلا قال صم، قال فهم لا يرجعون، فهم لا يرجعون، يعني المنافقين، لأنهم رفضوا الحق من الأول فعاقبهم الله بعدم قبوله في المستقبل، عاقبهم الله بعدم قبوله في المستقبل. لكن لو تابوا تاب الله عليهم. إلا الذين تابوا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا نعم، الذين تابوا وأصلحوا وبينوا واعتصموا بالله، أي نعم، إلا الذين تابوا وأصلحوا لا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. إذا تابوا تاب الله عليهم، لكن يقل أنه يتوب المنافق النفاق الأكبر، أما النفاق الأصغر فيتوب صاحبه. نعم.